مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مره ثانيه. كما قلت لكم في بدايه الحصه، اليوم عندنا بريوش راح نديروه بطريقه سهله وناجحه 100%. يلا نروحوا للمقادير تاع هذا البريوش. شوفوا معايا، عندكم زوج كيسان كبار تاع الحليب يكون دافي، هاملك قلنا زوج كيسان تاع الحليب يكون دافي. الكاس اللي كيلتو به الحليب تكيلو به كاس تاع السكر، ولكن ما تعمروهش بزاف، خليه واحد دو دوا. قلنا زوج كيسان حليب يكون دافي، كاس تاع السكر يكون ما يكونش معمر بزاف. عندكم 3 مغارف تاع الزيت، حبه بيض راح نستعملوها في العجينه، والحبه اللي راح ندهنوا بها البريوش تاعنا من الفوق، مغرف كبيره فانيليا، وعندكم 2 مغارف تاع خميره تاع الخبز، ونسحقوا كذلك هنا 3 مغارف تاع كاكاو يكون بني، شويه تاع حليب باش نشمخوا هذا الكاكاو. عندنا 3 مغارف تاع الزبده تكون طريه، وطبعا شويه تاع الشوكولا اللي رايحين نفرسيو بها هذا البريوش تاعنا، وكميه تاع فارينا. هادو هما المقادير تاع هذا البريوش. نروحوا لطريقه تحضير المشاهدين الكرام، ونعاود نذكركم بالمقادير. يلا نروحوا نحضروا العجينه هي الاولى. شوفوا معايا، نحط هنا قلنا كاس تاع السكر، ولكن ناقص دو دوا، ما تعمروش بزاف. هاوليك نزيد معاهم 2 مغارف خميره تاع الخبز، ونزيد معاهم مغرف كبيرة فانيليا. هادو نخلطوهم مع بعض. هكذا بهذه الطريقة. نحط معاهم 2 كيسان حليب يكون دافي. نخلطوهم هكذا بهذه الطريقه. وانتم في الدار خذوا وقتكم كي ديروا هذا الحليب والسكر والخميره، خلوا هذيك الخميره تتفاعل شويه هكذا بهذه الطريقه. يلا استقبلوا مكالمه. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. الله يسلمك. فارس واش راك؟ والله غير الحمد لله. واش راكم انتم؟ والله غير لاباس الحمد لله. نزيها من الرئيس. مرحبا بك نزيها، واش راكم انتم؟ لاباس والله غير لاباس. معكم والله غير الحمد لله. الحمد لله، شكرك على الحصه هذه. الله يسلمك يطول عمرك. قولي لي نزيه، راكي تجربي؟ انا جربت المسكوتشو تاع الكسرونه، خرجت هايله. خرجك مليح المسكوتشو هذاك؟ ولا اروع. يلا بصحتكم، بارك الله فيك. الله يسلمك. صحتك. الله يسلم هذوك اليدين. الله يسلمك يطول عمرك. شكرا. الله يسلمك. شكرا. يعيشك. تفضلي. يلا نهديها الى يما العزيزه بالرئيس، نسلموا عليها بزاف بزاف، ربي يطول في عمرها ويخليها لك يا رب. نعم. الله يسلمك وكل سكان الرئيس. كل سكان؟ الرئيس. رئيس. رئيس سيدي موسى. سيدي موسى، يلا نسلموا عليهم بزاف بزاف، بارك الله فيك، شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، قلنا 2 كيسان تاع حليب، كاس اللي كيلتو به الحليب كيلو به كاس سكر، ولكن نقصوا واحد دو دوا باش ما يجيكمش حلو بزاف. 3 مغارف تاع الزيت، وحبه بيض، ومغرف كبيره فانيليا. قلنا هاد العمليه انتم خلوا الخميره تاعكم تتفاعل شويه، من بعد تزيدوا حبه تاع البيض، تخلطوا بهذه الطريقه. شوفوا هكذا، والحليب يكون دافيه، الزبده ما نديروهاش دوكا، خلوهم بعد. دونك هنا نبدا نطم لاباط تاعي. شوفوا نبدا ندير فارينا هكذا، ولاباط ردوا بالكم برك ديروها يابسه. دوك تشوفوا راح نديرها تكون طريه. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو. ماما. الو. ماما ماما اجري. يلا اجري ماما. مرحبا بك. الله يسلمك. واش راكي سيداتي؟ شرف كبير. الله يسلمك يطول عمرك. شرف كبير، شرف طول. كبير اني اتصلت بك وحكمتك، يعني سيت نونر. الله يسلمك يطول عمرك، بارك الله فيك. الله يعطيك ويمنيك. الله يسلمك. شكون اللي قالت لك ماما؟
انا كاعده نعيط ليما باه تنقص الزاتيلي. سلمي لي عليها بزاف بزاف. الله يسلم عليك. الله يسلمك. واش راكم نتوما لاباس؟ والله غير الحمد لله. الله يهنيك. كاع بخير. الحمد لله. بالك راح لي حط لي الهضره راني والله ماني مصدقه والله ماني مصدقه. يلا قولي لي واش راكي حابه تقولي انا نعاونك. والله ما عندي واش خلاص حط لي الهضره سنونور شوف اني سمعتك تهضر في الهاتف والناس لو كيتسمع فيا في الهاتيلي سي حاجه كبيره الحمد لله. الله يسلمك الحمد لله. ويعني فورين فوا هذه هي اول مره لي يعني جربت وحكمتك يعني شرف ليا. الله يسلمك. يعني ما تعبتش الحمد لله الله يعطيك ويمنيك. الله يسلمك. يعني واش راك دير ولينا نسنا غير فارس فارس صدقني والله فارس فارس نهار الخميس والجمعه يفوت علينا كانه نقول لهم اليوم الخميس حقا ما كانش فارس. الله يسلمك والله العظيم الله يعطيك ويرضى عليك والديك ان شاء الله. شكرا لك سيداتي. ويخليك يديواتك ان شاء الله كيما ما يقولوا لك. راك مكفي وموفي باه نقول لك راني ندير والله باه نكذب عليك راني كي نتفرج فيك ونسمعك وهذاك راك مفرحنا الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيك. الله يرضى عليك الله يطول عمرك. الله يسلمك طول عمرك. تحياتي ليك ولكل ليكيب. الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا. 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 شوفوا هنا مشاهدنا الكرام قلنا لاباط ديروها تلصق هكذا بهذه الطريقه. شوفوا هنا هاي لك لاباط تاعي قلنا نديروها هكذا بهذه الطريقه تكون تلصق باش هذا البريش تاعكم يجيكم خفيف. انا راني وجدت واحد من قبل دوك نشوفوه مع بعض هكذا. شوفوا بالنسبه للعجينه البيضاء ما نزيدلهاش فارينه. شوفوا معايا هكذا هاي ليك هاد العجينه بيضاء دونك هنا ما نزيدلهاش فارينه. دونك هنا نقسم العجينه على اثنين الاولى راح نخليها تخمر والثانيه راح نزيد لها كاكاو. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو مساء الخير فارس. سيده نوره مرحبا بك. نعم يعيشك مرحبا بك انت يعيشك. ومرحبا بناس عنابة. اي عايشك الله يسلمك. يطول عمرك. واش راكم؟ يعيشك واش حوالكم؟ لاباس الحمد لله. واش حوالكم انتوما؟ الحمد لله يا ربي. راني فرحانة كي حكمتك خويا فارس. الله يسلمك يطول عمرك بارك الله فيك. الله يسترك الله يسترك. ما انا كي نسمع صوتكم نفرح بكم. يعيشك احنا تانا نفرحوا بك كي نشوفوك. الله يسلمك بارك الله فيك. تعيشي. الحمد لله. وقولي لي كاش كاش وصفات كاش جربت نعم واش جربتي قولي لي يلا جربت العملاح الحمد لله واش جربتي جربت الكالدي جربت قلب اللوز جربت بطاطا في الكوشة غراتان اها هيك سيتيرا يلا بصحتكم يعيشك الله يسلمك اخويا الله يسلمك بارك الله فيك ان شاء الله يعيشك اخويا تعيشي طول عمرك شكرا ان شاء الله يعيشك اخويا شكرا ان شاء الله يعيشك شكرا شكرا يعيشك شكرا. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام دونك هنا العجينه هذه نقسمها على اثنين هاي لك شوفوا هاي لك حاولوا انكم تقسموها تكون متساويه نزيد لها شويه هذه نخليها بجهه قلنا هذه اللي راح نديرها بيضه شوفوا معايا راح نطمها ونخليها تخمر شوفوا هكذا بهذه الطريقة شوفوا دونك هنا قبل ما نخليها تخمر قلت لكم في المقادير عندكم ثلاث مغارف تاع زبدة تكون طرية هاي لك أمامكم ناخذ شوية نقسمها على اثنين هذه الزبدة ثاني هكذا ثلاث مغارف يكونوا كبارة وندخل هذه الزبدة هنا شوفوا ندخل هذه الزبدة هنا في لاباط تاعنا
ومن بعد راح نخليها تخمر. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير واش راكي سيدتي؟ صافا الحمد لله. الحمد لله صافا يا خاتم بالله. غير والله غير الحمد لله. واش راكم نتوما؟ والله الحمد ربي ونشكرك. نشوفك هذيك الدنيا ما في على بالك من ما رسم انا نعيط ما شديتكش. هذا ما شديتك. يلا اليوم عندك الزهر. اليوم عندي الزهر. مرحبا بك. أوبيك يعيشك. الله يسلمك يطول عمرك. ربي يعينك إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. وربي يسرك إن شاء الله ويحفظ هذيك اليدين. آمين. آمين. بارك الله فيك. يحفظك لميمتك إن شاء الله وأولادك ومرتك. الله يسلمك يطول عمرك. يسلمك خويا يعيشك. بارك الله فيك. شكرا لك. بارك ربي يعيشك. يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا أبو عبد الرحمن. شوفوا هنا قلنا نديروا ثلاث مغاف تاع الزبدة تقسموهم على اثنين. النص خليته هنا باش نديروا في العجينه اللي حندير لها الكاكاو، والنص راني درته هنا في هذه العجينه. هكذا حاولوا انكم تدخلوا كامل هذه الزبده في العجينه هكذا بهذه الطريقه حتى تدخل مليح هذه الزبده في العجينه. قلنا من بعد راح تغطيوها وتخليوها تخمر باش من بعد تجيكم سهله باش تشكلوا هذه البريوش. شوفوا معايا هكذا وشوفوا شوفوا العجينه ما يبستهاش تكون طريه بهذه الطريقه باش البريوش تاعكم يجيكم خفيف. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو 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 السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. مرحبا بك سيداتي. واش راك فارس؟ راك مليح؟ والله غير الحمد لله. واش راكم انتوما؟ والله غير لاباس الحمد لله. منين راكي تكلمينا في العاصمة؟ من تيبازا. مرحبا بك. مرحبا بك. الو الو تفضلي سيدتي. مرحبا بك. قلت لك حبيت نقول لك باللي الوصفات تاعك ولا اروع. بارك الله فيك. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا طول عمرك. شكرا لك. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام هاي لك لاباط تاعنا طريه بزاف. شوفوا هاي لك دوك هنا راح نخليها بجيه نخليها تخمر. نتوما غطيوها وخليوها تخمر. هذه العجينه الاولى. نروحوا للعجينه الثانيه. تبعوني هاي لك العجينه الثانيه. واش راح ندير؟ شوفوا هكذا هاي لك. شوفوا معايا هنا واش راح ندير؟ راح ندير ثلث مغارف كبار. شوفوا معايا ثلث مغارف كبار هام لك تاع الكاكاو اللي عجنت فيها لاباط. هنا قدامها نحطوا ثلث مغارف كبار تاع كاكاو وما تدخل ما تحطوش الكاكاو فوق لاباط فوق العجينه مباشره ما يدخلش. دونك واش ديروا؟ حطوا قدامهم ومن بعد شمخوا الكاكاو شمخوه بالحليب هكذا. حاولوا انكم تشمخوه قبل من بعد دخلوه في العجينه. شوفوا هكذا هكذا. شوفوا نشمخ كامل هذا الكاكاو. شوفوا هكذا وندخل قلنا هذا الكاكاو في العجينه بهذه الطريقه. شوفوا غير دخلوا هذا الكاكاو في العجينه ما تنساوش من بعد تزيدوا النص تاع الزبده اللي قاعد لكم كما يعني كما درنا في العجينه الاولى. شوفوا هكذا هكذا. يلا نزيدو نستقبلو مكالمة. الو الو السلام عليكم امل. واش راك عمو فارس؟ واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. راكي تكلمينا من لي انا هكذا؟ ايه. مرحبا بك. شحال في عمرك امل؟ الو الو تفضلي امل. نشكر كاع الوصفات اللي كديرهم منا. بارك الله فيك. ولا اروع. وانتم تاني ولا اروع.
نطلب منك وصفه. تفضلي يلا. همبرجر. ما كاش مشكل، هذا ما كان. كنا درناه امام، مش عارف ليش شفتيه. ما عاودنا وصفه ما شفتهوش. ما كاش مشكل. هذا ما كان امال. هذا ما كان. ما كاش مشكل. صحة. شكرا لك امال. يلا شوفوا، انا دخلت هذا الكاكاو اللي كنت درته وزدت هذاك نص تاع الزبده اللي قعد، دونك هكذا خلط كلش. شوفوا هكذا خلط كلش حتى ينطم هاد لاباط تاعي. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. شوفوا هكذا إذا شفتوها تلصق بزاف شوية فارينة وطموها. وقلت لكم هنا لازم هاد لاباط ديروها يعني تلقى روحها تكون طرية. دونك نكمل هاد لاباط برك ونوري لكم البريوش، لأنه قلت لكم وجدت واحد من قبل، دونك نشوفوه مع بعض راهو يطيب. شوفوا هكذا، هاي الكراباط تاع الشوكولا تاعنا. كيف كيف تخليوها تخمر، من بعد بداو تشكلوا البريوش تاعكم. يلا نزيد نستقبلوا مكالمة. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سيدتي. معليش مكالمة رديئة، ان شاء الله تعاود الاتصال. شوفوا مشاهدينا الكرام، هاي لك لاباط تاعنا شوكولا، راح نخليها ترتاح وعلى بالكم دوك ترتاح هذاك الكاكاو زيد يعني ياخذ فيها بهذه الطريقه. هذه هاي لك فانيليا وهذه شوكولا. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سيداتي. أنا الشيف فارس. مرحبا بك ومرحبا بناس الصيف. الله يسلمك ويطول عمرك. يطول عمرك أنت تاني. واش راك صافا؟ والله غير الحمد لله. والله الصحة بخير. والله غير الحمد لله وصحتكم أنتوما. كيف تاع البلاد؟ الحمد لله الله يهنيك. راهم كامل يسلموا عليكم. الحمد لله. الشيف فارس باك حبيت نقول لك تعاود لي واحد الوقت طلبتك منها وما ما درتها ليش. اللي هي؟ اللي هي العوامة. العوامة؟ اه. نعاودوها؟ صافي تخيل لونتوم اللي قلت لك. وشفتها درتها ديجا. درتها بصح ما هزيتش الغصة تاعها ما شفتش كيفاش. يلا انا كتبي لهم العوامة. هات سمعنا نعاودوا العوامة ما كاش مشكل. تفضلي. قطعت المكالمة معليش. نوعدك سيدتي بإذن الله نعاودوا العوامة. شوفوا هنا حبة تاع البيضة عطيتها لكم في المقادير، حبة درناها في العجينة وحبة قلت لكم خليوها باش ندهنوا البريوش تاعنا. يلا تبعوني نشوفوا البريوش، أنا كنت وجدت لكم بريوش من قبل هاوليك. شوفوا صدقوني ريحته ولا أروع. هاوليك راح نزيد نخليه يطيب بهذه الطريقة. يلا شوفوا هنا واش راح نديروا. دونك هادي حطها هنا وهادي حطها هنا هذا باش تشوفوا مليح. دونك تاخذوا سنيوة تكون مدورة. شوفوا معايا نروح كذلك نشوفوا نضربوا طلع على اللوبيا اللي نشوفوا بالك تكون طابت. الله 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 ريحتها ما شاء الله. شوفوا هاي لك. شوفوا هنا راهي بدات تشرب هكذا. شوفوا نزيد لها شويه برك ونطفي لها ما شاء الله. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو
الو. الو السلام عليكم ام ياسمين، مرحبا بك. اخبارك؟ مرحبا بك. معليك شويه؟ والله غير الحمد لله. واش راكم انتم ما عليكمش؟ والله لاباس الحمد لله. الله يهنيك. صحه لاباس؟ والله غير الحمد لله. الله يهنيك. الحمد لله. واش راكم انتم؟ الله يعطيك الصحه اخبارك، واش قاعد دير؟ الله يسلمك يطول عمرك. ربي يعيشك. شكرا يعطيك الصحه. اخبارك خويا؟ نقول لك. نعم تفضلي. درنا القريوش. القريوش؟ ها نعم. ما كاش مشكل، طلبوني فيه ما كاش مشكل باذن الله. في ايش خويا؟ ما كاش مشكل. هذا ما كان ام ياسمين. والله هذا ما كان القريوش تسمى، ما نعرفش الكيله تاعو مليح والرقم تاعو. ما كاش مشكل. في ايش ويعطيك الصحه. شكرا لك يعطيك الصحه ام ياسمين. والله هذا الاستاذ تاعك وكل روعه. بارك الله فيك، شكرا لك. هيا شكرا. يلا شوفوا مشاهدينا الكرام، دوك نقطع هذه العجينه، نقطعها قطع يكونوا صغار هكذا بهذه الطريقه. هكذا شوفوا، ونكور العجينه تاعي. كي تكورها حاولوا انكم تزيروها هكذا. حتى تكملوا كامل العجينة تاعكم. شوفوا هكذا. طريقة سهلة. وشوفوا هنا العجينة قلت لكم تكون طرية. وما ديروا لهاش فارين ها. تكونوا تخدموا فيها. هاي لك هكذا. والبيضة كيف كيف راح نقطعها ونكورها وراحين نحشيوها بالشوكولا. شكرا لكم عندكم في الدار. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة. الو السلام عليكم. اهلا سي فارس، واش راك؟ سي فاتح واش راك؟ والله رحمة ربي والحمد لله. واش راهم ناس باب الزوار؟ والله يرضي ربي الحمد لله. قاعد يسلموا عليك يا خويا وكاع حابين يحكموك وما يحكموكش. الله يسلمك تعيش يطول عمرك. صافا فارس لاباس. والله غير الحمد لله. واش راكم انتوما؟ نعمة والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. والله غير الحمد لله يا خويا العزيز. والله غير يسقط عليك الخير. هاك تشوف الحصة تاعك ولات كشغل كي تحكم كي القهوة تاع العشية فما لازم نشوفوها. الله يسلمك طول عمرك. لو كان ما نشوفوها راني مدت مليحة تعرف. الله يسلمك تعيش عيشك. دخل الكوزينه فاتح. اخي قلت لك منين ذاك هاك تعرف طلع خفيف انا يا منين ذاك نصدم تعرف صدمة خفيفة وهاك على بالك. كي تصدم دير ديقة ولا؟ كل خطرة وكيفاش. صح. هو لازم هاك بروميتي قلت لي كان جور عندي لازم نجي عندك. مرحبا بك والله غير مرحبا بك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك فاتح. هاي تعيش خويا تعيش يطول عمرك. يحفظك وربي يعينك. شكرا يعطيك الصحة. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام البيضة كيف كيف نقطعها بهذه الطريقة. شوفوا شوفوا مومو مليح كي نخبطوا العجينة هكذا باش تجينا خفيفة. شوفوا هذه البيضة ناخذ شوية تاع الشوكولا نحط لها شوكولا لداخل ونغلق عليها ونكورها كيما كورت العجينة تاع الشوكولا هكذا. نزيد شوفوا قلنا نحطوا شوية تاع الشوكولا هكذا. ونكورها بنفس الشيء. شوفوا من بعد واش نديرو؟ انا اللوبيا تاعي هنا نطفي لها طابت. شوفوا واش نديرو؟ ناخذ الاولى شوكولا نحط قدامها البيضه نزيد شوكولا نزيد البيضه شوكولا. ميم كنت تخليو الفراغ بيناتهم معليش لانها تخمر وتلصق. نزيد بيضه هنا نزيدو شوكولا. شوفوا معايا هكذا نزيدو
غتجيكم بزاف بنين هاد البريوش. نزيد عمر هنا شوكولا. يلا نزيدو نستقبلو مكالمة. الو. الو. السيدة فريدة مرحبا بك. يعيشك يسلمك يا حمودي. يطول عمرك. منين راكي تكلمينا من فرنسا؟ من لوغيون. لوغيون مرحبا بك. يعيشك يسلمك. يطول عمرك. واش راكم؟ يعيشك. والله الحمد لله لاباس. كاش تطحن حم كاش تتحاجج. نعم. قلت لك كاش تطحن حم كاش تتحاجج. سنين ولا. نعم. قلت لك كاش تطحن حم كاش تتحاجج. اليوم راح ندير رشطة. رشطة. الله الله عليك. الله الله. يعيشك. الله الله عليك. الله الله عليك. تفضلي سيدة. نعم. تفضلي قلت لك. هاني نسمع قبلي شاف فارس. معك شاف فارس مرحبا بك. مرحبا. أنا راني أون ديغيكت. راني أون ديغيكت مرحبا بك. وي بصح مانيش نسمع فيه. راني نسمع فيك تفضلي. ولكن ولكن زايدة التلفزيون تاعك نقصي له باش تسمعينا مليح. هاني منقصة ها. يلا سمعينا من التليفون. داكوغ. تفضلي. الو تفضلي سيده فريده قلت لي راح ديروا رشته اليوم وي ما راح نجي نتعشاو مرحبا بكم عندك الفيزا بصحه والراحه نجوزو سون فيزا سون فيزا يا سيدي الله يحفظك الله يسلمك تعيش يطول عمرك تفضلي قطعت المكالمه معليش راحت معليش شوفوا هنا مشاهدنا الكرام شوفوا معنا ستكملوا كامل لاباط تاعكم بيضة شوكولا فاني شوكولا ستكملوا كامل تعمروا السنيوة تاعكم شوفوا هكذا نزيد هنا البيضة نزيدوا هنا شوكولا وهنا في الوسط شوفوا هنا مشاهدينا الكرام حاولوا انكم هاد لي بول حطوهم اوفال يعني نواسيهم هكذا شو الحبات تاع البيض ونحط هنا نحط وحده هنا البيضه كيف كيف هكذا يلا هكذا ونزيد هنا بهذه الطريقه وهذا الفيد اللي خليتوه ما تخافوش دوك العجينه تاعكم تخمر تخمر ويتعمر كامل هذا الفيد قلنا عندكم حبه بيض اللي خليناها في الاخر ندهن البريوش تاعي بهذه الطريقه وتحبوا تزيدوا له جنجلان من الفوق زيدوا له وتحبوا ديروا له حبه حلاوه يعني كما حبيتوا كل واحد واش يحب دونك تحبوا تزيدوا له زيدوا له هكذا وتزيدوا تخليوه يخمر حتى تشوفوا البريوش تاعكم خمر يعني هذا الفيد كامل تعمر والحجم تاعو ضعف راح ندخلوه الفرن على درجه حراره 190 درجه حتى 200 درجه وتخليوه يطيب ياخذ اللون هذاك الذهبي وتخرجوه تخليوه يبرد وتقدموه يلا مشاهدينا الكرام هذا هو البريوش تاعنا انا راح نخلي هذا يخمر البريوش اللي كنت هاوليك شوفوا معايا هذا نخليوه يخمر واللي كنت وجدته من قبل راهو طاب شوفوا معايا هاوليك تحصلوا على هاد البريوش دوك هذا نخليه يبرد من بعد راح نديمو ليه وخفيف بزاف صدقوني يلا مشاهدينا الكرام نروحوا فاصل قصير ونعاودوا نوليو راح نشوفوا البريوش تاعنا واللوبيا على شكلهم النهائي خليكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام كيما راكم تشوفوا الوصفات تاعنا راهم حاضرين وجاهزين الوصفه الاولى اللي كانت عباره عن اللوبيا الخضراء بديناها بطريقه بسيطه وسهله
شوفوا هاد اللوبيا طابت غير في الماء تاع الطوماطيش والبصل، تجي شويه ناشفه بنينه بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله تكونوا خديتوا المقادير وطريقه تحضير تاع هاد اللوبيا، جربوها وصفه خفيفه. والوصفه الثانيه اللي كانت عباره عن بريوش، كنت طلبتوا مني البريوش هاوليك امامكم، كنا درناه فاني شوكولا هاوليك بعد ما طاب خليته برد شويه، ديموليتو وحطيت له شويه تاع لاجولي من الفوق. شوفوا هاوليك صدقوني خفيف بزاف، هاوليك شوفوا هاوليك صدقوني ولا اروع بريوش ولا اروع. جربوه ماكوش رايحين تندموا عليه، وطريقه شتوها بسيطه ما تاخذش منكم وقت كثير. يلا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا تبعتوني خطوه بخطوه. قبل ما نروح لهد نهايه هذه الحصه، نحب نحيي الشيف مصطفى من شلف، تحيه كبيره لك شيف، بارك الله فيك، خلينا نشوفوك. تحيه كذلك الابن تاعي ربي يشافيه، والام تاعي وخوتي كامل 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 واحد اسمه، كذلك ولاد خويا واختي وراجل اختي، هي تحيه كبيره كبيره. وكذلك تقبلوا تحياتي وتحيات الفرقه اللي عملت معايا، صدقوني تعبوا بزاف، حمزه انيا غيلاس محمد كذلك مومو طبعا مومو الياس شفيقه كذلك كل شوفرة تاعنا كامل كامل، تحيه لهم كبيره 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 كبيره، وكل عمال البلاد. يلا مشاهدينا الكرام نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله باذن الله، نفس التوقيت ونفس القناه بزوج وصفات باذن الله. غدوه ان شاء الله وعدكم نديروا المحاجب باذن الله بطريقه سهله سهله سهله، ما تديش منكم الوقت بزاف. يلا مشاهدينا الكرام من هذاك الوقت تهلاو في روحتكم تهلاو في صحتكم، سلام.